بفضل الله برحب بيكم جميعا، ويلا نتعلم مع بعض سي وسي بلس بلس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بفضل الله عاوزين نستخدم الـ struct وكأنه مصفوفة وهو مصفوفة وجاهز. ازاي نعمل هذا الموضوع؟ تعالوا نشوف مع بعض، والحركة دي بفضل الله جميلة جدا وهتعجبكم جدا. وهي ايه بقى؟ بص، انا دلوقتي هعمل struct عادي، تمام؟ struct، الstruct ده نفترض ان انا هسميه underscore person، نفترض ان انا هسميه underscore person، الشخص بيرسون اللي هو الشخص يعني، ماشي؟ وادي الاقواس بتاعته، تمام؟ بص بقى، دي السيمي كولون، سيبك منها دلوقتي وتعالى ندخل هنا في محتويات الاندرسكور بيرسون ده. فيها مشكله لما اعمل انت اي دي سيمي كولون واعمل تشارت بوينتر نيم سيمي كولون، فيها مشكله في الكلام ده؟ ما فيهوش مشكله، صح؟ ولو احنا حبينا نستخدمه بفضل الله عارفين، هنكتب struct، صح كده؟ وبعد كده هنعمل struct من ال underscore person، صح؟ وبعد كده هنسميه مثلا b semicolon، وبعد كده هنندع على b dot ويطلع لي الكلام ده. لا، مش ده اللي احنا عايزينه، خلاص؟ واخد بالك؟ مش ده اللي احنا عايزينه. ولا برضك اللي انا اقصده ان انا اعمل int مثلا id مصفوفة كذا فيها كذا، مش ده اللي انا اقصده برضك. ده كل ده عادي، ده اتعلمناه بفضل الله، اتعلمنا المصفوفات وتعلمنا الستراكت واشتغلنا امثله كتير. هنا بقى حاجه تاني خالص، هنا هخلي لك الستراكت ده مصفوفه. بص، بمجرد ما بتيجي انت هنا، بمجرد ما بتيجي هنا قبل السيمي كولون بتاعت الستراكت وتكتب اي اسم، وليكن مثلا بيرسون، بيرسون من غير اندرسكور، بيرسون، تمام؟ كتبت الاسم اللي يعجبني، بمجرد ما اعمل اقواس مربعة وادخل جوه منهم واكتب مثلا عدد وليكن مثلا 3، كده البيرسون ده بقى مصفوفة وكل عنصر فيها له اي دي وله نيم. ايه رأيك بقى؟ يعني تيجي بعد كده تنادي على طول بقى، ما تعرفش، انده على طول على البيرسون اوف كذا، اوف زيرو دوت يجيب لك بقى كذا وكذا، اوف واحد دوت يجيب لك كذا وكذا. انت خدت بالك من القصه؟ يعني اصبح ده عندك كده مصفوفه جاهزه، انت هيئتها. بقى عندك الاندرسكور بيرسون اللي هو النوع الاصلي، وبقى عندك البيرسون اللي هو المصفوفه اللي هي 3 اندرسكور بيرسون مع بعض، واغير بقى فيها زي ما انا عاوز، اخليها 4، اخليها 5، اعمل اللي انا عايزه. خدت بالك؟ واقدر ان انا اتحكم في القيم بتاعتهم. خدت بالك ازاي؟ تمام. يعني مثلا لو انا جيت قلت بيرسون اوف زيرو دوت الاي دي بتاعه، تمام، خليه بيساوي 1 سيمي كولون، وهقول لك بيرسون اوف زيرو دوت النيم بتاعه خليه بيساوي علي وسيمي كولون، وهقول لك بيرسون اوف زيرو، احنا كده خلصنا زيرو، لا بيرسون اوف 1 بقى تاني واحد، كده عملنا الزيرو خلاص. بيرسون اوف 1 دوت اي دي خليه بيساوي 2 سيمي كولون، ماشي؟ وهقول لك بيرسون اوف 1 دوت النيم خليه بيساوي مثلا عمرو سيمي كولون، تمام؟ ادخل على البيرسون اللي بعده، بيرسون اوف 2 اللي هو ثالث واحد دوت الاي دي بتاعه خليه بيساوي 3 سيمي كولون، وبيرسون تالت واحد اللي هو اندكس باتنين دوت النيم بتاعه خليه بيساوي عز سيمي كولون. على طول خلاص كده دول معاك، التلاته دول معاك، انت قلت له 3 يبقى خلاص 3 على طول، يعني منه فيه. فاهم الفكره ازاي؟ انا دلوقتي لو جيت عايز اشتغل باي حاجه من دول اشتغل، تمام؟ بس تعالى بقى نتعامل مع الاستراكت مصفوفة، تعالى نتعامل معاه باللوب أحسن. تعالى نتعامل معاه باللوب أحسن. يعني أنا لو جيت هنا وعملت int، تمام، x وكاونت،
وادي سيمي كولون، عملت ايه؟ انت اكس وانت كاونت، عندي كاونت وعندي ايه؟ وعندي اكس. الاكس هشتغل بيه في اللوب، والكاونت هجيب العدد بتاعه. لما هاجي هنا وكده كده العدد مظبط فوق، خلاص انا عايز العدد يبقى ديناميكي، يعني مش عايز اخلي الكاونت وانا ممكن اقول له الكاونت ده بيساوي مثلا 3، لكن انا مش عايز كده، انا عايز الكاونت يبقى ديناميكي، يعني لو انا غيرت دي في اي وقت يتغير معاها. زي ما قلنا قبل كده بجيب السايز اوف بتاع المصفوفه وبقسمه على سايز اوف النوع الاصلي. في حالتنا هنا المصفوفه هي البيرسون والنوع الاصلي هو الاندر سكور بيرسون. خد بالك خد بالك، ركز في الحته دي تمام. هنده على الكاونت هنا وهقول له ايه؟ الكاونت بيساوي تمام النوع الاصلي سايز اوف الاول، سايز اوف بتاع ايه؟ بتاع النوع المصفوفه اللي هو البيرسون، المصفوفه اللي هي البيرسون، مقسوم على النوع الاصلي، مقسوم على السايز اوف بتاع النوع الاصلي اللي هو اندر سكور بيرسون سيمي كولون. كده يبقى 3 معاك، لو غيرته يبقى 4، لو غيرته يبقى 5، لو براحتك. مش هتيجي خلاص ناحيه الكاونت تاني، كده الكاونت ديناميكي معاك، شغال معاك ديناميكي تمام. طيب هاتوا هنا خليه قدامنا عند الفور، يعني تعالى هنا حطه لنا هنا كده، خليه ايه نعمل فور يعني. هاجي بقى اعمل الفور هنا، هقول له فور، هبدا اكس بتساوي 0 سيمي كولون، تفضل شغال طول ما الاكس اقل من الايه الكاونت، ما قلتش اقل من او تساوي، اقل من بس، لان الكاونت سابق الاندكس بواحد زي ما احنا عارفين. وادي سيمي كولون وادي اكس بلس بلس، وهاجي هنا البلوك بتاع الكود بتاع الفور جوه منه، اعمل بقى اللي انا عايزه. خدت بالك ازاي؟ بص يعني لو انا جيت مثلا رحت عامل ازاي برنت اف براحتي بقى، هطبع لك اول حاجه رقم، بعد كده مسافه كوما مسافه، بعد كده هطبع لك نص حلو، وبعد كده هنزل سطر، يعني يطبع كل بيرسون في سطر كوما. هتدي له ايه هنا بقى؟ هتشتغل على على البيرسون اهي، بيرسون ماشي، مالها بيرسون؟ بيرسون اوف اكس، لان الاكس هو اللي بيلوب، هو اللي بيتغير في اللوب ماشي. دوت يجيب لك الاثنين، ادي الاي دي كوما، وابعت له بقى النيم، ادي بيرسون اوف اكس كيل بي كابيتال دوت النيم بتاعها، وادي سيمي كولون. كده يطبعهم لك على الجاهز على طول بسطر واحد، بدل ما كنت تقعد تطبع انت ايه واحد واحد، ولو كتروا معاك يكتر البرمجه، لا كده على طول باللوب ينجز معاك. شغل كده اف 5، تعال نبص وريني كده اندر سكور بيرسون استراكت استراكت هنا استراكت، ما عملنالوش تايب ديف، يبقى ده ايه استراكت ماشي، عشان ياخد باله ان انا عايز اساس اوف بتاع الاستراكت ده. بس شغل تاني اهو، واحد علي، اتنين عمرو، تلاتة عز. خدت بالك من القصة دي؟ خد بالك، مش بس كده، انت ممكن كمان تعمل لها انيشاليز. يعني بص سيبك من كل الكلام ده كده، بص اعمل كومنت لكل الكلام ده مش موجود كده. خد بالك هيعمل لك زيرو نال، زيرو للانت ونال للسترينج. خدت بالك؟ زيرو نال زيرو نال زيرو نال. خدت بالك هنا بقى لو انت جيت حبيت تعمل لها انيشاليز، تعمل لها يعني تقول بيساوي كذا كذا بين اقواس، طبعا لو انت عندك عنصر واحد جوه الاستراكت هتعمله كده عادي بالشكل التقليدي ده، لكن انا ما عنديش عنصر واحد، لا دي كده عندي عنصرين، فهنزل كده خلاص، دول الاقواس اهي هنا كده، دي الايه دي الاقواس ماشي. خدت بالك انا عازلهم ازاي؟ براحتك، لو عايز تخليهم كده براحتك، يعني لو هتتلخبط خليهم كده. ادي اول مجموعه وادي تاني مجموعه وادي تالت مجموعه. اول مجموعه واحد كوما علي، تاني مجموعه اتنين كوما عمرو. خد بالك انا بعمل لها انيشاليز، ها اكني بالظبط بعمل انيشاليز لايه؟ اكني بعمل انيشاليز لتو دايمنشنال اري صح. تالت مجموعه تلاته عز، كده انا مليتها اختصارا لكل الكلام ده. انت خدت بالك؟
بدل ما اقعد انادي على واحد واقول له اوف كذا دوت كذا بيساوي كذا، لا خدت بالك اختصارا اهو. لو شغلت كده اهو شايف عامله ازاي، بفضل الله ممتازه. تقدر بقى تعمل اللي انت عايزه اهو، يجي مثلا تالت مجموعه اربعه تمام، نقول مثلا ايه عقل تمام، دي مجموعه تانية. بس بص هيعترض، تروح تخليهم اربعه، خدت بالك ازاي؟ وخلاص بقى انت مش هتغير في الكاونت لان الكاونت ثابت بيعد لوحده، الكاونت لوحده هيعد اربعه، خليتهم خمسه لوحده هيعد خمسه وهكذا. او شغل كده اهو، شايف عامله ازاي؟ فانت هنا بتعمل اللي انت عايزه، خدت بالك من الفكره؟ عايز بقى تنزل بدول سطر مفيش اي مشكله خالص، ينفع تنزل بيهم اسطر لو انت لو كتروا منك ولا حاجه وعايز تنزل بيهم اسطر تنظمهم مفيش اي مشكله. يعني بص لو انا عملت لك دي كده ايه، خدتها كوبي وعملت لها كومنت وحطيتها لك هنا بيست، لو انت عايز تعملهم كده مفيش اي مشكله. بص اللي هو ايه اللي هو كده يعني، بص تنظيما يعني، بص كده، بص شايف عامله ازاي، بص شايف، بص بص كده انت بتنظم، خدت بالك؟ بص كده انت بتعمل ايه، بتنظم، خدت بالك من الفكره؟ فانت هنا بفضل الله تقدر تعمل انت عايز، تخلي دي كده ماشي يعني، بتنظمهم على اساس ايه، يبقوا كلهم قدام عينك مرصوصين كل واحد في سطر. يعني ساعات البيانات بتكون كتيره وساعات الحقول بتكون كتيره، فبتبدا ان انت ايه تزود معاك في الشغل بتاعك. فزي ما انت ما شايف كده اهو شغل اهو، مفيش اي مشكله خالص. لو انا جيت هنا وخليت دول خمسه هتلاقي واحده بنل، زيرو ونل اخر واحده، خدت بالك؟ اقدر اجي ازودها في اي وقت وهكذا. احنا كده بفضل الله عملنا حركة جامدة جدا في الاستراكت. استنى استنى، رايح فين؟ ويت، انتظر ثواني. عملت اشتراك؟ طب عملت لايك؟ ده دوسة دوسة اشتراك. عملت الجرس علشان يوصلك كل جديدنا؟ عملت شير للناس علشان ربنا يكرمك؟ وما تنساش تدخل على موقع الأكاديمية www.hassuna-academy.com وتسجل حساب عشان نعرفك وتكون معانا دايما. انشر الخير للناس في كل مكان، ربنا يكرمك بفضل الله.